كان طريق الحرير الأسطوري في الصين واحداً من عجائب العالم القديم. الآن تتم إعادة طريق التجارة هذا إلى الحياة. طريق الحرير الجديد مشروع ضخم وعرض للقوة والجبروت. تتدفق مئات مليارات اليوروهات إلى بنية تحتية جديدة، خطوط للسكة الحديدية والموانئ والشوارع والجسور والأنفاق في 65 بلداً مختلفاً. إنه مشروع لم يشهد العالم مثيلاً له. إنها رؤية قوية وهي ملهمة بالنسبة إلى كثيرين، تمثل نجاحاً للبعض ومعاناة لآخرين. تتجه الصين نحو الغرب على امتداد طريق الحرير الجديد. نتبع مسارين اثنين، نسافر من الصين إلى ألمانيا، من شنجن إلى مدينة دويسبورغ. قطعنا آلاف الكيلومترات براً عبر آسيا الوسطى، وأبحرنا آلاف الكيلومترات عبر محيطات جنوب شرق آسيا، متتبعين طرق التجارة الرئيسية عبر البحار. قطعنا مسافات طويلة حتى الآن، لكن أوروبا ما تزال بعيدة. نتبع طريق القوافل المتجهة غرباً ونعبر ممرات نائية في جبال تيانشن. إنها رحلة إلى ماضي طريق الحرير القديم، ورحلة إلى حاضر الأمل والديون المرهقة والاعتماد على الصين. كان الطريق الذي اتبعه التجار القدامى وقوافلهم مملوءاً بالمخاطر، ولذلك فقد كانوا يشعرون بالارتياح بمجرد وصولهم إلى خانتاش رباط، حيث كانوا يجدون الأطعمة والمأوى ويتبادلون البضائع ومعلومات عن الرحلة التي تنتظرهم. ما تزال أسواق قرغستان تحوي آثاراً من هذا التاريخ. أكوبيك بوكتروف بدوي غادر البارحة خيمته قرب بحيرة سونكول حتى يصل في الصباح الباكر إلى السوق في كوشكور. هذا هو موسم التجارة الرئيسي، يأتي كثيرون إلى هنا لشراء مستلزماتهم ويجلبون الحيوانات إلى كازاخستان. يستمتع أكوبيك بصخب السوق بعد الهدوء في منزله قرب البحيرة. يريد أن يشتري حصاناً في القريب العاجل، وهو يعلم تماماً ما الذي يبحث عنه. عليك أن تداعبه، إنه يحب ذلك. إذا بقي هادئاً وأنا أداعبه، فعندها أعرف بأنه سيفعل ما أطلبه منه. لكنه لا يملك المال لشرائه الآن. استثمر أكوبيك في وعود طريق الحرير الجديد، مما أدى به إلى حافة الهوية المالية على غرار ما حدث مع بلده قرغستان. يدعونا إلى زيارته حتى يظهر لنا ذلك. مساحات برية شاسعة تعاني من ظروف مناخية قاسية دفعت الحكومة إلى تطوير البنية التحتية، فغرقت في الديون مع الشركات الصينية. في المساء يجمع أكوبيك القطيع مع أحفاده. اشترت العائلة ثلاث خيمات جديدة من مدخراتها. إنها مخصصة للسياح الذين يحبون المغامرة والحياة البسيطة. نحن لا نخشى شيئا. تحسنت أمور كثيرة هنا في الأعوام الثمانية الأخيرة. مستوى المعيشة لدينا أعلى بكثير الآن. تأمل العائلة أن يجلب السياح والصينيون الذين وعدوا باستثمارات كبرى
المال والرخاء. أعتقد أن طريق الحرير ما يزال موجوداً، تلك القيم ما تزال موجودة، وهذا واقع. يمكن لكل بلد أن يستفيد من التجارة على طول طريق الحرير. لكن ماذا سيحدث إذا لم تتحقق هذه الآمال؟ إذا لم تتطور الأمور نحو الأفضل وضاعت أشياء ذات قيمة كبيرة؟ ما تزال التقاليد متبعة في الألعاب البدوية. ثمة علاقة وثيقة بين أويموك وصاحبه نوربيك. ربى نوربيك النسر ويعتبره مثل ابنه، لكن نوربيك يحتاج إلى النسر مثلما يحتاج النسر إليه. عندما أزيل البرقعة عنه، يرى أويموك فريسته ويطير ليمسك بها. إنه يرى لأجلي. وهذا ما يفعله حقاً، لأن نوربيك مدرب النسر ضرير. فاز نوربيك بميدالية ذهبية. شقيقه أمام بيك يعرف أيضاً من هو صاحب الفضل في ذلك. كنا نأمل الحصول على المركز الثالث، لكننا اندهشنا جميعاً عندما حصلنا على الميدالية الذهبية. وعد نوربيك ابن شقيقه أن يريه حيلاً في ترويض النسر. العائلة فخورة بعرضها في الألعاب البدوية، لكنها تتساءل عما إذا كانت ثقافتها وتقاليدها ستظل صامدة مع مرور الوقت. لسنا بحاجة إلى الذهب، نحن بحاجة إلى الماء النظيف والجبال والأرض والطبيعة. حتى الآن لم يرى شعبنا أي فائدة من الاستثمارات الصينية، لهذا السبب خرجنا إلى الشوارع، ولهذا السبب وقع إحراق متعمد للممتلكات. إنه يقصد ما حدث في 11 من أبريل 2018، عندما تحولت مظاهرة احتجاج إلى عنف ضد منجم للذهب تم بناؤه في كازارمان باستثمارات صينية. احتشد هنا نحو 1000 شخص وقد فقدوا صبرهم، فأحرقوا المبنى بكامله. هذا ما تبقى من حمى الذهب. يرغب بعض من كبار القرية في الحديث إلينا. أحضروا وثائق تظهر خطط شركة التعدين الصينية، أي ما أشعل فتيل الاحتجاجات. كان يعتقد أن المنجم الذي يرجع إلى الحقبة السوفيتية القديمة يحتوي على 40 طنا من الذهب. أراد الصينيون الحصول عليها، لكن السكان المحليين يقولون إنهم لم يمتلكوا تصاريح بذلك. إنها أرضنا، أرض قرغيز. لماذا نعطي أرضنا إلى مجموعة من الصينيين الذين لا يمتلكون تصاريح بذلك؟ ربما يوجد ما يصل إلى 7 أطنان من الذهب أسفل هذا الحقل المملوء بنفايات التعدين. قام السوفييت بالتعدين مستخدمين سيانيد صوديوم السام. هل هذا هو سبب حالات الإصابة بالسرطان في القرية؟ وما الذي كان يخطط له الصينيون؟ يقول كبار القرية إن السلطات القرغيزية لم تجب عن أسئلتهم. لم تجري الحكومة تحقيقات في كل الأمراض الموجودة هنا، إنها تريد الأموال الصينية فحسب، إنهم لا يهتمون بنا. يريد الجميع من الصينيين إلى الحكومة القرغيزية حصة من الذهب في كازارمان. في النهاية رحل الصينيون هذه المرة، لكن تدفق البضائع ينعش الآمال على طول طريق الحرير الجديد. تريد المبادرة الصينية زيادة شحن البضائع بالسكك الحديدية على نحو كبير. إنهم يخططون لإقامة نقاط جديدة كثيرة للشحن على مراحل لنقل الحاويات إلى مسار السكة الحديدية الروسية. على طول طريق الحرير البحري نجد أنفسنا عند نقطة تقاطع أخرى. على بعد 1000 كيلومترات من سواحلها تمكنت الصين من الوصول إلى عرض البحر. يمر 40% تقريباً من النفط في العالم من هنا. ميناء غوادار جوهرة ثمينة بالنسبة إلى الصين. صباح الخير بالصينية. درس المعلم أفتاب علي في الصين، لأن ذلك مفيد الآن هنا في غوادار. يريد أفتاب مساعدة الآخرين هنا على كسب الفوائد نفسها.
عندما كنت طفلاً لم تكن لدي فرصة تعلم الصينية في بلدتي، أما هم فلديهم هذه الفرصة. يستطيع أطفالنا التكلم بالصينية جيداً، لديهم فرصة جيدة للعمل معهم. تحتوي هذه المدرسة على منشآت يمكن أن تحلم بها مدارس أخرى في البلد، وكل شيء يتم تمويله من بكين. تستثمر الصين في أطفال باكستان. التعليم بالنسبة إلى أفتاب عمل إضافي، إنه في الواقع مهندس ولديه عمل كثير. الصين وباكستان تبنيان معاً للمستقبل. من هو المدير في هذا الموقع؟ العمال الصينيون أم الباكستانيون؟ الباكستانيون، لأنني أقوم بتوجيههم. لكنك تعمل لدى الصينيين. أجل، هم المديرون الكبار، لكن في هذا المستوى، في هذا الموقع، أنا من يقوم بتوجيههم. نحن نبني طريقاً إلى الصين. في أحد الأيام سوف أتمكن من القيادة عليه إلى المنزل. طريق الحرير الجديد سوف يقرب بعضنا من بعض. نحن صديقان. ربما يكون الصينيون أصدقاء، لكنهم تحت المراقبة في مواقع البناء وأماكن أخرى في المدينة. بلوشستان منطقة متنازع عليها، وينتشر فيها العنف والإرهاب. يتعرض الأجانب بشكل خاص للخطر، يعتبرهم كثيرون من السكان المحليين غزاة وليسوا مستثمرين. وقع حادث إرهابي فظيع هنا في عام 2004. قتل 3 مهندسين صينيين في ذلك الهجوم. زانغ باوزونغ رجل أعمال من الصين، وهو في نظري دبلوماسي أيضاً، ويعرف أن أموراً كثيرة على المحك هنا لكلا البلدين. لا نستطيع التنقل بحرية، ولهذا تأثير سلبي على المستثمرين ورجال الأعمال طبعاً. لكن من ناحية أخرى، أرجو أن تدركوا أن الحكومة والجيش هي جهات مسؤولة. تم إرسال زانغ باوزونغ إلى هنا لتحويل غوادار إلى مركز للنقل. وقعت الصين عقداً للإيجار لمدة 40 عاماً في الميناء دون أن تعلن للرأي العام شروط هذا العقد. لا يسمح لنا بتصوير في الموقع. لغوادار قيمة استراتيجية كبيرة كبوابة إلى بحر العرب، لكن ليس من الواضح ما إذا كان اهتمام الصين اهتماماً اقتصادياً فحسب. يعتقد البعض أنه قد يشكل أهمية عسكرية لبكين أيضاً. لا أعرف ما الذي يخشونه. الصين دولة محبة للسلام، وليس لدينا تاريخ في احتلال دول أخرى. غير أن الصينيين موجودون هنا، ومن المتوقع أن يزداد عددهم. تخطط شركة الصين للاتصالات والبناء لإقامة فرع لها هنا. لعملاق البناء خطط كبيرة في غوادار. أعتقد أنه سيأتي نحو 5000 صيني، وسيأتي لأجل هذا المشروع وحده 800 منهم. هل سيكون ذلك مثل حي صيني صغير؟ أجل، بالتأكيد مثل حي صيني. نشأ يحيى في غوادار، عاد إلى موطنه بعد أن درس في كراتشي. إنه مهندس، ويعتبر طفرة البناء فرصة كبيرة بالنسبة إليه. فهل سيساعد على بناء غوادار لأجل المستقبل؟ بالتأكيد نحن نعمل على بناء غوادار جديدة. نحن ننتقل إلى المستقبل. هذه غوادار المستقبل. أنا بالتأكيد عضو مؤسس. لا يمكن اعتبار هذه النظرة المتفائلة أمراً بديهياً في غوادار، لكن بالنسبة إلى الناس الآخرين هنا يبدو السلام والازدهار حلماً مستحيلاً.
إنهم يخشون أنه تم نسيانهم وسوف يستمرون في التخلف عن الركب. وهم يشعرون بالاستياء الشديد من أولئك الذين يعلنون عن وصول مستقبل ذهبي جديد. يهتم الصينيون بمصالحهم فحسب، إنهم يريدون كسب أموال كثيرة هنا، لا يهتمون بما يحدث لنا نحن الفقراء. إنهم يستولون على كل شيء، لم تعد غوادار تنتمي إلينا، لقد أخذوا المحيط والأرض منا، لم يتبقى شيء، ليس لدينا نحن البسطاء وظائف ولا أي شيء. يبدو أن وصول الصينيين قد قسم المنطقة أكثر، البعض يدافع عن المكاسب وآخرون يزعمون فقدان كل شيء. نستأنف رحلتنا. 98% من البضائع على طريق الحرير الجديد تنقل بحراً. مزايا الطريق البحري تفوق المخاطر كما حدث قبل قرون مضت. تنطلق السفن من صور إلى شواطئ بعيدة محولة عمان إلى إمبراطورية للتجارة. لبناء السفن تاريخ طويل هنا أيضاً، لكن سفن الداو الخشبية تختفي. يدار آخر حوض لبناء سفن الداو في صور من قبل عائلة العرامي. إنهم يحافظون على التقاليد بكل تفاصيلها. القطن المشرب بالزيت يغلق الفراغات بين الألواح الخشبية. تصنع عائلة خالد سفن الداو منذ أجيال. هذا يسري في دمائنا وننقله إلى أطفالنا. بمشيئة الله سوف نواصل القيام بهذا العمل لوقت طويل. إنهم يقومون بالبناء دون خطة، يصممون السفينة بكاملها اعتماداً على الذاكرة، ويتم إنجاز العمل يدوياً كما كان دائماً. والله تاريخ يعني يختلف عن ما نزال نحافظ على تقاليد بناة السفن. الأزمنة تتغير، فقد حلت الآلات محل الأشرعة، ولكن بالنسبة إلينا ما تزال الملاحة البحرية والتجارة تقليداً هاماً. لعمان تاريخ غني، البلد ثري بفضل النفط، لكن احتياطات النفط محدودة. ما الذي سيحدث بعد أن تنفد؟ نتابع عبر الصحراء ونتقدم إلى الأمام عبر الحرارة المفرطة والرمال. نصل إلى الماء أخيراً، إلى حوض عصري لبناء السفن. نحن في الرصيف الجاف في مدينة الدقم في عمان. يتم إصلاح السفن هنا وتجهيزها لأجل رحلتها التالية. أصبحت قرية الصيد السابقة مركزاً رئيسياً على طريق الحرير الجديد. يصل إلينا هنا كثير من الصينيين من آسيا ومن أوروبا أيضاً، من كل مكان. لماذا تعد مدينة الدقم موقعاً جيداً؟ بسبب طريق التجارة، ولأنها مجاورة للطريق من بحر العرب. مدينة الدقم الآن منطقة اقتصادية حرة تعرض حوافز للمستثمرين من كل أنحاء العالم بما في ذلك الصين. مهمة عبد الله الحكماني جلب المستثمرين الصينيين. إنه يقول إن الصينيين يتميزون ببعد النظر والعزيمة القوية. الصينيون أذكياء جدا ونشيطون جدا، إنهم سريعون جدا، تشعر أحيانا بأنهم بطيئون، لكنهم يقومون بتحضير برنامجهم جيدا، ثم يحضرون رسوماتهم ووثائقهم، وبعد ذلك يبدأون بسرعة كبيرة. هل ترى تلك المنطقة؟ لا نرى شيئاً أو لا نرى أي شيء تقريباً، لكن من المقرر أن تقام المنطقة الصناعية الصينية العمانية هنا. يحتاج الأمر إلى خيال واسع لتخيل ذلك. سنبني هذه المنطقة خلال 3 أعوام، مساحتها 1 كيلومتر مربع. فقط خلال 3 أعوام؟ 3 أعوام أو 5. هذا طموح جداً،
هذا صعب ونحن نعمل على ذلك. مجموعة من الحاويات وسط اللامكان، هذه هي البداية فقط. في الداخل يتشارك رجلان مساحة تصل إلى 12 متراً مربعاً. إنهم بعيدون عن وطنهم، لكنهم يكسبون مبالغ جيدة. الأجور هنا أعلى بقليل مما هي عليه في الصين. هل هم سعداء هنا؟ نحن الصينيين شعب كادح، لكن الأمر ليس على ذلك النحو عندما يتعلق الأمر بعمالنا في الخارج. ماذا تقصد؟ بصراحة إنهم كسالى. يأتي العمال من كل أنحاء المنطقة ليعملوا في عمان. إنهم معتادون على الأجور المنخفضة في وطنهم، وهم يشكلون قوة عمل طيعة. من أين يأتون؟ بنغلاديش. بنغلاديش. باكستان. بنغلاديش. باكستان. 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 بنغلاديش. كأنهم رتل من الجنود، سوف يعملون تحت الشمس الحارقة في الصحراء لجعل خطة الصين تثمر. لكن معظمهم لم يسمع عن طريق الحرير الجديد. إنهم يعملون لإطعام عائلاتهم في أوطانهم، أما الرؤى الكبرى فيتركونها للصينيين. في هذا العام قالت الحكومة الصينية للشركات والمشاريع الصينية: اخرجوا من البلد. طريق واحد، حزام واحد. مبادرة طريق واحد، حزام واحد تعرف أيضا بطريق الحرير الجديد. إنها تتطلب تضحيات من الصينيين أيضا. نعمل هنا لنصف عام، لدينا عطلة لشهر واحد يمكننا فيها الذهاب إلى عائلاتنا، أو يمكننا إحضار عائلاتنا إلى هنا، لكن لا يوجد مكان حاليا. ربما يمكننا إحضار عائلاتنا إلى هنا بعد عام واحد. إنهم يجربون حظوظهم هنا في الصحراء من أجلهم ومن أجل الصين. سمرقند، مدينة الحجارة، كانت أيضاً محطة على طول طريق الحرير القديم. بعد التضاريس الوعرة في جبال تيان شان، رحبت سمرقند بالقوافل في واحدة من أثرى الحضارات في آسيا الوسطى. ما تزال مدارس سمرقند تزخر بالزينة الذهبية والزخارف. نلتقي بواحد من داعمي طريق الحرير الجديد في أوزباكستان. يتكلم أويبيك أوستانوف الألمانية بشكل ممتاز، وسوف يكون مترجمنا ومرشدنا السياحي. سوف يقدم هذه الليلة البلوف، وهي وجبة طريق الحرير. لم ينقل طريق الحرير الأفكار فحسب، بل إنه نشر الأفكار ووصفات البلوف أيضاً. عندما يأتي الناس من إسبانيا إلى أوزباكستان ويقدم لهم طبق البلوف، يقولون هذا هو طبق بايلا الإسباني. يؤكل طبق البلوف عادة بالأصابع. الأمر ليس سهلاً بالنسبة إلى شخص أعسر. تقليدياً نتناول أطعمتنا بأيدينا اليمنى. في كل مكان في سمرقند إشارات حول مدى المشاريع المتجهة إلى الغرب. تأثير بلاد فارس القديمة مرئي أيضاً في كل مكان. كانت أوزباكستان في الماضي مركزاً لإمبراطورية. في القرنين 12 و13 ازدهرت الثقافة والمعرفة هنا. كان تيمور المعروف بتيمور لينك راعياً عظيماً للفن والثقافة ومستبداً متوحشاً. ما يزال قبره يحظى بالتبجيل. رافقنا أويبيك إلى السوق الشرقية في بخارى.
وهو مكان مملوء بالكنوز المخبأة من سمرقند القديمة. يأخذ مجلداً صغيراً ومغبراً. أنت تحمل التاريخ في يدك، 1000 عام، 900 عام، 700 عام، 200 عام. تأتي العملات من كل حدب وصوب، من الصين وبلاد فارس وبلاد الإغريق. إنها دليل على السفر والتجارة اللذين شكلا المنطقة على مدى قرون. إنها غنيمة قديمة بالنسبة إليهم، أما بالنسبة إلي فإنه تاريخ قديم. كل مادة تروي قصة جميلة من عهد طريق الحرير القديم. هذا واحد من الكتب القديمة، وفق تقويمنا المعاصر إنه من القرن 17. أعتقد أنه أمر محزن أن يشتري السياح هذه الكتب وأن ينتهي المطاف بها في مكان ما في أوروبا. يجب أن تبقى هنا، علينا أن نبني متاحف لأجلها. نتابع طريقنا إلى الأمام. هذه حقول للقطن، الذهب الأبيض. اتهمت أوزباكستان منذ وقت طويل باستخدام العمالة الإجبارية وعمالة الأطفال في حصاد القطن. يقولون إن ذلك لم يعد موجوداً، لكن التقاط صور هنا ما يزال ممنوعاً. نتساءل عن مدى امتثال أصحاب المصانع لقوانين العمل. هذا المصنع الجديد يعالج القطن الخام بتحويله إلى خيوط. بناه ويديره الصينيون بمعدات عالية التقنية مصنوعة في ألمانيا. العاملون والقطن فقط من هنا. قمنا بالاستثمار هنا لأن تكاليف الماء والكهرباء والغاز والأجور أقل بكثير في أوزبكستان مما هي عليه في الصين. المادة الخام أي القطن هي أيضاً أقل تكلفة هنا. تشتري الصين المعدات عالية التقنية من ألمانيا والعمالة الرخيصة من أوزباكستان. تستفيد الصين أيضاً من الإعفاءات الضريبية. لكن ماذا عن القطن؟ يزعم المنتدى الأوزبكي الألماني لحقوق الإنسان أن الإساءات مستمرة. القطن من أوزباكستان، كل شيء من هنا. من أين تشترونه؟ من مركز التجارة الحكومي. الحكومة الأوزبكية تحدد السعر. يبدو المدير راضياً. يتم توريد الغزل إلى مصانع النسيج في جميع أنحاء العالم. لا يتم إخبار المستهلكين من أين يأتي القطن. ربما كانت الحال كذلك دائماً على طريق الحرير. قيمة البضائع هي ما يؤخذ بالحسبان، وليس أين أو كيف صنعت. نتابع إلى الأمام، إلى مضيق البوسفور، حيث تنتهي آسيا وتبدأ أوروبا. شمس العصر تغمر اسطنبول بضوء ذهبي. قال الكاتب أورهان باموك إن ما يميز اسطنبول هو حزن خاص، نوع من الذكرى الضبابية للعظمة المفقودة إلى جانب الاضمحلال. كانت العاصمة الأخيرة للإمبراطورية العثمانية جوهرة على طريق الحرير القديم. وصلت القوافل إلى هنا مملوءة بالكنوز التي انتهت في قصور المدينة وأسواقها الشرقية. الفاكهة المسكرة، العطور الأجنبية، يمكن إيجاد كل ذلك وأكثر في سوق التوابل في اسطنبول. ليولي ليست مهتمة بذلك الآن، إنها متفائلة بطبعها، لكنها ليست متفائلة كثيراً هذا اليوم. إنها تدير متجراً في السوق الآسيوي المجاور. لا يسير العمل على نحو جيد. بعد ساعات قليلة يشتري زبون شيئاً كانت قد طلبته من الصين. منذ بداية الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة التركية تغير كل شيء. كان زبائني يصطفون في طوابير ليدخلوا، وفي طوابير عند صندوق الحساب.
كان الناس يسرعون في الدفع، كانوا يصلون إلى هنا باكراً ليكونوا سباقين إلى الباب. كانت تلك أياماً جيدة. في هذه الأيام يمكن أن تمضي ساعات دون أن يأتي زبون. مع ذلك تمتلك ليولي قارباً من الفترة التي كان فيها العمل مزدهراً، لكن ربما أقامت في إسطنبول فترة طويلة بما يكفي لتشعر بحزن المدينة وتتذكر تلك الفترة الذهبية. الصينيون الذين يأتون إلى المدينة في هذه الأيام يملأهم التفاؤل، رؤيتهم إلى المستقبل تمتد أبعد من إسطنبول إلى قلب أوروبا. إنهم يخططون لإقامة ممر لسكة حديدية فائقة السرعة عبر البلقان سوف تساعد على فتح الباب أمام البضائع الصينية والنفوذ الصيني. نحن في ضواحي بلغراد، لكننا نشعر كما لو كنا في الصين. موظفو شركة السكك الحديدية الصينية يقفون بانتباه. إنه مشروع ذو أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الشركة التي تمتلكها الدولة، على الرغم من أنهم كانوا يتجنبون الشهرة الإعلامية. لماذا يبنون صلة بالسكة الحديدية فائقة السرعة بين بلغراد وبودابست؟ لدينا نحن الصينيين خبرة كبيرة فيما يتعلق بتحديث خطوط السكك الحديدية القديمة. سوف نراعي القوانين والمعايير المحلية وكذلك قوانين الاتحاد الأوروبي. ذلك هو الإجراء الاعتيادي الذي نتبعه في أي مشروع للبناء. يبدو أنه يونغ جيانغ يختار كلماته بعناية. موقع البناء هذا واحد من أكثر المواقع التي رأيناها غرابة في رحلتنا. حفارة واحدة تنظف قاع السكة الحديدية القديم أمام حشد من المتفرجين الصينيين. لكن ربما تعطي هذه الصورة انطباعاً خاطئاً. هذا البناء بالنسبة إلى الصين بوابة إلى قلب أوروبا. نتابع طريقنا نحو هنغاريا. قطارنا ليس فائق السرعة. ترى لماذا تتحرك الصين باتجاه أوروبا؟ ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة إلى مواطنيها؟ ولماذا مشروع السكة الحديدية مكلف جداً؟ لنا موعد مع شخص يدرس المشروع منذ وقت طويل. أكثر من مليار يورو كلفة البناء، أليس هذا كثيراً جداً؟ هذه هي الأرض المسطحة في هنغاريا، لذا لا حاجة لبناء أي أنفاق أو جسور. أعتقد أن الأمر بسيط جداً من وجهة نظر هندسية. المشروع مكلف جداً بالفعل، ولا يمكن لأحد أن يعرف السبب وراء ذلك. نموذج المشروع مألوف. المصارف الصينية تمنح القروض، والشركات الصينية تقوم بالبناء. الآخرون سوف يتحملون الفواتير. لهذا السبب تقع المجازفة كلها على الجانب الهنغاري، وكل الفوائد الحقيقية في الجانب الصيني. يحاول الصينيون من وقت إلى آخر تكرار مقولة مفادها أن الأمر مربح للجهات كلها، غير أنهم يقصدون أن الصين تربح مرتين. تلك المخاوف لا تقلق الحكومة الهنغارية، وفي الوقت الذي تشك فيه أوروبا في نفسها يتزايد الإعجاب بالنظام الصيني. قد تكون طريقة العمل الصينية قاسية وغير ديمقراطية، لكنها تحقق النتائج بسرعة. يحقق هذا النموذج النجاح في أوروبا، منتقلاً على طول طريق الحرير الجديد. نمر الآن عبر قناة السويس للوصول إلى أوروبا عبر الطريق البحري. تتنافس كثير من الدول الأوروبية لتصبح البوابة التالية لطريق الحرير الجديد. تحظى مارسيليا في جنوب فرنسا بفرصة جيدة. نصل إلى بلدة قرب الميناء، بلدة صينية تم بناؤها من الحاويات على طرف مارسيليا. مركز مارسيليا الدولي للأزياء هو مركز لبائعي الأقمشة بالجملة الذين يعملون بالأزياء المصنوعة في آسيا. السيدة تشينغ بائعة بالجملة، وترسل بضاعتها إلى متاجر في جميع أنحاء فرنسا.
بينما يشتهر البلد بالأزياء الراقية، تقوم هي بأعمال تجارية مزدهرة. اليوم كل شيء يصنع في الصين، من الشركات الكبيرة إلى العلامات الفاخرة، تصنع هناك ثم ترسل إلى هنا. لم يعد هناك شيء يصنع في فرنسا. نحن نعمل بجد ونحن فخورون بذلك. يعلم العالم بأسره أن الصينيين كادحون وعاملون مجتهدون، ونوعية لدينا تتحسن طوال الوقت. مع ذلك يعملون. الصينيون لا ينظرون إلى الساعة. أوروبا متعطشة إلى ملابس أنيقة بأسعار منخفضة. الصين متعطشة إلى النبيذ باهظ الثمن. أنا لا أصنع النبيذ، أنا أستمتع به. هذا قطاع تجاري أيضاً، ويجب أن تفكر بمنطق تجاري من أجل اتخاذ القرارات. لكن هذا القطاع فن أيضاً، إنه تقدير لأسلوب الحياة، لا يمكنك أن تنسى ذلك، وإلا فسوف تخسر السحر. سحر النبيذ جلب هوارد كوك إلى بوردو. حقل العنب هذا ملك له، وكذلك النبيذ. إنه سليل عائلة ريادة الأعمال. تستحوذ العائلة على مصانع النبيذ في جنوب غربي فرنسا منذ أعوام. كانت آخر عملية استحواذ لها هي شاتو بلفونت بليسيير، وهي ملكية تضم نحو 14 هكتاراً من الكروم. إنها رائعة. لاحظنا هذه الملكية منذ عام 2010. كنا نقود بجوارها وننظر إليها ونفكر فقط لو. إنه دورنا الآن. منذ عام 2015 اشترينا ملكية كل عام، في عام 2015 و2016 و2017. في هذه اللحظة نحتاج إلى تجديد وترتيب الملكيات التي لدينا. سوف يكون ذلك هدفنا الأول، وكذلك صنع علامتنا التجارية. وحالما يحدث ذلك، أعتقد أن المسؤولين سوف يفكرون في خيارات أخرى. نذهب إلى السوق. إنه مركز للتجارة وتبادل أطراف الحديث. لدى كثيرين هنا آراء قوية فيما يتعلق بموضوع الوجود الصيني في بوردو. الأمر فظيع. الصينيون في كل مكان. قلعتنا، نبيذنا. ماذا كنت ستقول في ألمانيا إذا أرادوا شراء بوابة براندنبورغ؟ جاء دي دوبورديوسان إلى هنا قبل 12 عاماً. فرنسا هي وطنها الآن. إنها لا تشعر بأنها تنتمي كلياً إلى هنا، لكنها تأخذ الأمر بروية. هذا عادي. الفرنسيون لا يعرفوننا، نحن غرباء. قلوب الصينيين دافئة، لكننا متحفظون. يميل الصينيون إلى البقاء مع أبناء جلدتهم. أنا مختلفة، تزوجت من فرنسي وأتكلم الفرنسية، وهذا يجعل الأمر سهلاً. يحاول زوجها فابريس تكلم الصينية، غير أن الأمر ينتهي بأن تقوم دي بالترجمة. تتألف المجموعة من طلاب زراعة الكروم من الصين. جاءوا إلى هنا لتعلم صناعة النبيذ الفرنسية. الصين تستورد المعرفة، وليس النبيذ فقط. ازداد التنوع في السوق الصيني عبر الأعوام. الصين على سبيل المثال مستورد أساسي للنبيذ الأبيض الحلو الذي نصنعه هنا من محصولنا الأخير. أصبحت أرقام مبيعاتنا من هذه المنتجات مرتفعة للغاية، والسوق الصيني هو بلا شك القوة المحركة وراء ذلك. اهتموا كثيراً بهذا العمل، والنبيذ ممتاز. إنه ليس حلواً فحسب، بل له نكهة مثيرة للاهتمام أيضاً. إنه مثالي للصينيين الذين يريدون تعلم الاستمتاع بالنبيذ.
سد الزوجان الفجوة بين الصين وفرنسا شخصياً وعملياً. ما هي القوة التي تفرض نفسها إذن؟ هناك مثل صيني يقول إن الرجال مسؤولون عن الأمور الكبيرة وأن النساء مسؤولات عن التفاصيل، لكن 90% من الحياة تكمن في التفاصيل. هذا هو الجواب. في بعض الأحيان ينتهي طريق الحرير الجديد في أماكن غير متوقعة. بعد آلاف الكيلومترات براً وبحراً نصل أخيراً إلى دويسبورغ، إلى مدينة في قلب ألمانيا الصناعية شهدت على انحدار ثرواتها. دويسبورغ هي موطن لأكبر ميناء داخلي في أوروبا، وسرعان ما تحولت بفضل الصين إلى مركز للخدمات اللوجستية في أوروبا. تستحوذ الصين على حصص في الشركات الألمانية أيضاً. مدير الميناء التنفيذي إريك شتاكه يرى المخاطر والفرص معاً. لا يمكن ألا تستطيع شركاتنا الاستحواذ سوى على 50% من الحصص في الشركات الصينية، بينما يستطيع الصينيون شراء 100% من الشركات الأوروبية. لذا أنتقد ذلك وأشعر بالقلق. إنها في النهاية مسألة سياسية وبخاصة لأوروبا. تجلب الحاويات معها تحديات أيضاً، وهذا ما شهدناه طوال رحلتنا. يقدم طريق الحرير الجديد وعوداً بالرخاء والنمو للجميع، لكن طموحات الصين والسرعة التي تتقدم بها نحو الأمام تفرض خطراً أيضاً. سوف يتم تجاهل تلك الشكوك، وسوف توضع التقاليد جانباً، وسوف يتم تجاهل كثيرين ببساطة. طريق الحرير الجديد مشروع بطموحات عالمية، وسوف يظهر تأثيره في جميع أنحاء العالم.